انت جايب مايو؟ خلاص انزل. مش مجمده ليه؟ مش مجمده؟ صباح الخير. النهارده يوم جديد، الساعة 8 الصبح ولسه صاحيين دلوقتي وعاوزين ننزل بقى نغير جو. هننزل نعمل ايه النهارده؟ ننزل نقعد على البحر هنخيم، وعايزه اركب عجل. انا شفت امبارح عجل واحنا مروحين زي بتاع المصايف بالظبط، يعني اللي هو كرسي وجنبيه كرسي وكأن الجدوم بتاع العجله زي الدركسيون بتاع العربيه. فنشوف القصه دي وبس بقى، ونطلع بقى نتشمس شويه بما ان الجو حلو جدا الحمد لله. يعني مفتاح؟ لا، المفتاح في الباب. تمام. بس قلنا نوريكوا بقى الكرفانات عاملة ازاي جنب بعض. كل دي انواع كمان، يعني هو مش كرفان واحد على فكرة. فاللي احنا واخدينه مش ستاندرد ومش لاكشري، هو البرستيج اللي هو الوسط ما بينهم. وبعدين ده كمان اللي احنا واخدينه ده نيور موديل، يعني موديل جديد غير الحاجات اللي يعني في حاجات موديلات قديمة برستيج برضو، بس ده برستيج نيور موديل عشان ده ماسكنش فيه ناس كتير ولسه جديد اصلا يعني. بس فقلنا نوريكم منظر ونروح بقى نقفل الكرفان. نقفل الكرفان وبعد كده نرجع لكم تاني. احنا اهو بتقول هتنزل يا مروان؟ ايه مش سامعاك يا مروان، بتقول ايه هتنزل؟ لا ما تنزل. مش انت جايب مايو؟ خلاص انزل. مش مجمده ليه؟ مش مجمده؟ اصلا يا جماعه درجه الحراره دلوقتي 19، تمام؟ وقبل كده رحنا كانت درجه الحراره حاجه و30 وما قدرش ان هو ينزل عشان خاطر ده محيط، ده مش بحر. فالدنيا تلج. ماشي، فا ايه احكي لي احساسك ايه لما حطيت ايه يا ماما؟ اهو تعالى هروح احط رجلك انت وتشوفي. لا مش عايزه بلد. لا المايه مجمده. مش متخيل كده بصراحه، مع ان الجو شمس يعني. انا ده عامل تيست تاني. لا 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 صعبه جدا، صعب جدا. بعدين اصلا مد وجزر فظيع. احنا يعني انتوا لو تاخدوا بالكم امبارح المايه كانت جوه شويه، دلوقتي هي طلعت لبره. يعني كل ده كنا ماشيين عليه، كان زلط ماشيين عليه، دلوقتي خلاص البحر طلع. مروان بيعمل تيست تاني يا جماعه. ممكن تعملها؟ انا خايف من اللي هيحصل بعد كده. ايه اللي هيحصل؟ هتعيا. ان انا ودني هتوجعني جدا والميه يعني الهواء هيبقى ساقع عليا فوق. بعيد شويه عن الناس عشان خاطر ننصب الخيمه. استريحنا شويه من كتر المشي والمشينات،
كنا بنعاني طبعا لان الارض كلها زلط. فهنقوم دلوقتي ننصب الخيم. بس الجو برد والشمس راحت، يا رب تطلع تاني بقى. زي ما انتم شايفين كده السحاب في كل حته، الشمس هي مستخبيه. الجو برد طبعا، برد كل شويه تطلع وتختفي، تطلع وتختفي. يلا بينا. يلا بينا. الخيمه مش عارفين اولها من اخرها، مش عارفين نعمل ايه. الموضوع طلع يعني غير متوقع خالص. اول طلع كبيره جدا مش متوقع كده، وبعدين انا اول مره نركبها، بس يعني مش عايزين نفشل في الموضوع. مش عايزين نفشل، بس الهواء كمان مش مساعدنا والبرد. البرد وبعدين الكتالوج بتاعهم ده كتالوج، ده منظر كتالوج يعني يرضي ربنا. الانستراكشنز دي مش مظبوطه خالص، مش عارفه ايه ده. طبعا احنا حاولنا ان احنا نفرش الخيمه، طلعت غير المتوقع تماما. يعني حجمها كبير جدا، ما كنتش متوقع ان هي حجمها يبقى بالمنظر ده. صعبه والهواء ما ساعدناش نهائي، ويعني عملنا كل محاولات ولقينا نفسنا ضيعنا تقريبا ساعه الا ربع في المحاولات، فقلنا لا بلاش. المشكله الهواء كمان جامد جدا، فبتخلينا مش عارفين يعني كل ما نركب حته تفلت من ناحيه ثانيه، وتركب حته من ناحيه تفلت من ناحيه ثانيه. فلازم الاول نركبها مثلا عند البيت او حاجه في الجنينه جنب الكرفان كده، ونجربها يعني نفهم ازاي اصلا بتتركب، لان احنا اول مره نجيب خيمه زي دي كده ونركبها، وكمان طلعت حجمها كبير. فهنحاول ان احنا نركبها عند البيت، ونعمل بكره محاوله رقم 2 ان شاء الله ننجح فيها. كرفان دلوقتي بقى عايز يشرب قهوه. انا مدمن قهوه يا جماعه بصراحه، بس فهنعمل دلوقتي قهوه على البحر. يا رب بس البوتاجاز يقوم. لان كمان الهواء شديد، فشكل دي برضو هيبقى في محاوله رقم 2 بكره. X-rated thoughts of what I'd like to do.